في التحليلية. خطوط تماس هشة بين الأمريكيين والروس في سوريا، هل يجري تجاوزها ويقع الصدام؟ جندي أوكراني يكشف تفاصيل كارثية عن الهجوم المضاد، هل خسر الغرب رهاناته؟ رئيس الوزراء الأرميني يرجح اندلاع حرب جديدة في ناغورنو كاراباخ، ماذا في خلفيات التحذير؟ في وثيقة اليوم، الهجمات على العاملين في القطاع الصحي تهدد المستشفيات العاملة في الخرطوم. في قضية اليوم، أوبنهايمر في قاعات السينما، سيرة أبي القنبلة النووية على الشاشة في أوج صراع عالمي، هل من دلالات؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.